المفروض دول كانوا يقدموا ارواحهم كده الوقت. شايفه بقوا بشوات ودول على طول هنا. وهيروحوا فين؟ اللي سرق سرق، واللي نهب نهب، واللي بقى عنده شركه، واللي بقى مستورد، والفلوس على قلبهم زيك يا سرام. يا اهلا يا نجوى هاني، عيني عليكي برده زي القمر. شكلتوا الوزاره ولا لسه؟ وزاره ايه يا نوجة؟ احنا بنتكلم في انتخابات النادي الجديده، مش عايزه ترشحي نفسك. تاخدني في القايمه بتاعتك يا فهمي باشا؟ والله يا نجوى هانم القايمه بتاعتي كملت من بدري. مصدقاك يا باشا، اصل الحراميه اسرع ناس يتلموا على بعض. على كل حال يا نجوى هانم، الحراميه انضف شويه من بنات الليل. لكن يا اخويا تبنى الدور والباقي عليكم انتوا، لو ما سرقتوش تموتوا. على راي المثل، نهيتك ما انتهيت والطبع فيك غالب، وده الكلب عمره ما ينعدل لو علقوا فيه قالب. حكوا على ايه؟ على سفاره مرض هيئه السمعه؟ يخرب بيتك، بتسبني بتسبني سب علني وباللغه العربيه؟ يا نهار اسود ونيل، شاهدين يا عالم، شاهدين يا ناس، قال مره سيئه السمعه. وعزه جلال الله، ان ما دخلتك السجن يا فهمي يا دعبس ما بقاش انا نجوى شبيه. خلاص يا نجوى هاني مروقي، انت كمان قلت عليه حرامي. ايوه، واستعيد اقول الكلام ده في المحكمه. بس هو بقى يثبت لي ان انا ست سيئه السمعه. يا سياده اللواء، جبت الملايين بتوعك دول منين يا اخويا؟ ده انت كل يوم كنت بتسرق اكل كتيبه. لا لا مش ممكن، بقله ادب. اتلمي يا ست، انت جايه هنا ليه؟ مين مسلطك؟ الله، انت بقيت في قايمة فهمي دعبس يا واد يا سعيد يا مرسي؟ يا عقلك، ما انت طول عمرك دلدول. اقعد اقعد اقعد، احسن اضرب لامك تليفون تمنع عنك المصروف وتمنعك من دخول النادي. نجوى هانم ارجوكي اقبل اعتذاري. مش قبل ما اخد حق. وانا تحت امرك. يقوم معايا عشان عايز اقول له كلمه سر. الموضوع كله كان هزار، بس هزار تقيل شويه يا ست اللواء. عايزه ايه يا مدام نجوى؟ عايزه اسالك عن طلعت الحلواني اللي هو رشاد حسين عويس. بقلة الادب دي كلها ووصلة الردح اللي عمري ما سمعت زيها، علشان تساليني عن طلعت الحلواني؟ ايوه. ما هو لو سالتيني كنت هقول لك. ما كنتش هتقولي، ما انا عارفاك تخاف ما تختشيش. واذا قلت لك اني ما اعرفش عنه حاجه؟ كذاب، لان بينك وبينه شركه مستخبيه. ولا تحب اروح سوق رود الفرج اسال تجار الخضار؟ نجوى، انا يوم ما خرجت وهو ساب الشركه انتهت، والعطاءات بدات ترسي على ناس تانيين، كل واحد راح لحاله. يعني عايز تفهمني ان ما كانش في بينكم تليفونات في الاعياد والمواسم؟ مفيش. طب وعزه جلال الله، لارفع عليك قضيه رد شرف يا سياده اللواء. اخر حاجه عندي، ولو ما كنتوش هتصدقيني، انت حره. ناهد عصفور. ناهد؟ ايوه ناهد، هي اللي تعرف طريقي لانه شريكها في المطعم. هديك صوتي، ومش صوتي وبس، وصوت كل اصحابي. صافي يا لبن.